هذا الحاكم الفارسي كسرى هو الحاكم الوحيد الذي ولي على ملك كسرى وهو جنين في بطن امه. قال المنجمون ابوه كسرى فارس مات وهو في بطن امه. فقالوا ان المنجمون قالوا ان الذي في بطنها ذكر. وضعوا تاج الملك على بطن امه. فكان سابور هذا لما كبر وصار حاكما على الفرس يسمى ذو الاكتاف، كان من يخالفه يخلع له اكتافه. بس هو ورث الحمد لله، يعني ما شاء الله، يعني من يخلع الاكتاف ويخلع. المهم ان سبحان الله العظيم هذا الظالم اين ذهب؟ كم هو في التاريخ؟ انظر انت الى سلمان رضي الله عنه. سلمان الفارسي يوليه عمر، البحث عن الحقيقة هذا، يعني يشرف اي امة يأتي باحثا عن الحقيقة. يهرب، ابوه كان موبذان وكان يوقد النار، موقد النار للفرس ليعبدوها. وجد ان هذه عبادة لا تصلح، كيف اعبد نارا انا اوقدها؟ هرب من ابيه، ذهب الى الموصل، وجد راهب على دين النصرانية، مكث معه. فلما اوشك الراهب على الموت دله على راهب في الشام، ذهب اليه فاستقر معه ودله على ثالث، وقال له الثالث لقد مات الموحدون في الارض واظلنا زمن نبي كريم يبعث في يعني محلة بها نخل كثير. شرح له. المهم في الطريق خطفه قوم باعوه على انه عبد الى يهودي من يهود المدينة. قال له صف لي هذا النبي، ايه صفاته؟ قال له صفات ثلاث: يأخذ الهدية، يرفض الصدقة، بين كتفي ختم النبوة. ذهب الى المدينة، ظل يعمل عند هذا اليهودي. صعد النخلة يوما يأتي بتمر رطب لصاحب البستان الذي يعمل عنده. سمع اليهودي يقول لصاحب له يهودي: هل جاءك نبأ محمد هذا الرسول الذي هاجر من مكة الى المدينة؟ فكاد سلمان من الفرح ان يقع على الارض، فنزل وقال: اين؟ قال: عد الى عملك، انت عبد، ما دخلك بحوار الكبار. المهم ذهب سلمان ليمتحن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: انت غريب مثلي، خذ هذه الصدقة. قال: لا، انا لا اقبل الصدقة. قال: هذه واحدة. في اليوم التالي قال: جئتك بهدية. قال: انا اقبل الهدية، قبل الهدية. فجعل سلمان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم النبي ذلك، فحصر عن كتفيه فوجد خاتم النبوة، فانعم الله عليه بالاسلام. سلمان رضوان الله عليه في حفر الخندق هو اللي اشار للرسول بهذه الفكرة العظيمة، والرسول اخذ بقراره. فالانصار يحبون الانسان اذا اقبلت الدنيا على انسان، ودي تحصل معاك، يعني بعض الموظفين في حكوماتنا يقول لك انا في الخدمة طالما انت في الخدمة، لكن طالما انت مش في الخدمة، يعني اذا مات كلب الوزير ذهبت الوزارة كلها تعزي، فاذا مات الوزير لا احد يعزي، من يعزي؟ سبحان الله، هذه قضية، لان مش لله الحركة، هي لو كانت لله سبحان الله، اذا مات فشيع جنازته، لان الماء المتوفى وانا احمله يشاهد من الذي يشيعون جنازته، يعرفهم بالواحد. واذا غبت وكنت تستطيع ان تحضر جنازته تعلق في رقبتك يوم القيامة، لكن انت منتظر تاني يوم تروح اسوان العداء وتصور بالفيديو وتخرج في الصحن. المهم في سيدنا سلمان رضوان الله عليه، قال الانصار: سلمان منا معشر الانصار، ده مهاجر عندنا واصبح يعني جنسياته مدني، فسلمان منا. فالمهاجرين الخسارة نترك واحد اذا اقبلت الدنيا على انسان اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت سلبته محاسن نفسه. المهم المهاجرين قالوا: لا، ده مهاجر زينا، غريب عن المدينة وغريب عن جزيرة ومهاجر. الانصار يدعون سلمان، والمهاجرين يريدون ان يضموا سلمان وفق الجنسية المهاجرية. سبحان الله.
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم وسام في التاريخ: سلمان منا آل البيت. ليدخل سلمان في معية علي وفاطمة والحسن والحسين وزينب. سبحان الله، الشاهد في القصة. ولاه عمر على فارس، هو أعرف الناس بقومي وبني قومي وعندهم الأنفة، سبحان الله. ولاه، فذهب يزور أبو الدرداء، رآه يعجن، يعجن العجين، عجيب أمير على فارس ويعجن العجين، لا إله إلا الله. قال يعني: يا سلمان ماذا تصنع؟ قال: أرسلت الخادمة ليشتري شيئا لنا من السوق، ولا أجمع عليه عملين حتى لا يحاسبني الله يوم القيامة. مما تعلم سلمان هذا؟ تعلمه لما أرسل كسرى وفدا ليرى كيف يسوس عمر الرعية، كيف هو عمر. ولما ذهبوا إلى المدينة، أين بيت عمر؟ يعني دلوهم على بيت، يعني قالوا ربما هذا المنتجع الشتوي، المنتجع الصيفي، يعني استراحة. لا، نحن نريد بيت أمير المؤمنين. قالوا: هذا بيت أمير المؤمنين. عمر كان لما يدخل يطأطئ رأسه تواضعا لله، حياء من الله، الحياء. المهم، أين عمر؟ قال عبد الله: في نخل المدينة. خرجوا مع عبد الله، أشار إليهم على رجل نائم تحت نخلة. كيف ينام عمر؟ وضع يده اليسرى تحت رأسه وسادة، ورأسه ويده اليمنى على عينيه لتقيه من أشعة الشمس، واضعا قدما على قدم، وثوب فيه 17 رقعة. يترجم حافظ هذا كله وقد سمعتموه من قبل، وأنتم أعلم. أنا بس أذكر، ليس إلا أذكر نفسي أن يكون مستحيا من الله عز وجل، حييا من الله سبحانه وتعالى. وأذكركم إن شاء الله أن التذكرة تنفع العاقل وتنبه الغافل. وراء صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى الجلالة في أسمى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوما قرير العين هانيها. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هؤلاء هم أهل الحياء. هلا تفيق الأمة وتعود إلى دائرة الحياء، وتستحي من رب العباد الذي أكرمها وأنعمها بكل هذا الكرم. سلمان الفارسي، هذا الصحابي الجليل الذي أخذ لقبا ما حازه أحد، سلمان منا آل البيت، لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قال المهاجرون: سلمان منا معشر المهاجرين، ده جاي من خارج المدينة وجاي من بلاد فارس. وقال الأنصار: لا، هو ما ذهب إلى مكة، وإنما جاء إلى المدينة رأسا. سلمان منا معشر الأنصار، يدعي المهاجرون أنه منهم، والأنصار يريدون أن يأخذوه إلى، يعني يعطوه الجنسية الأنصارية إذا جاز التعبير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي سلمان أكبر نشان في التاريخ وأكبر تقدير في التاريخ. لا، سلمان لا من المهاجرين ولا من الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. الله أكبر. سلمان كان ينطق بالحكمة، قال: ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. يا الله، ثلاثة أمور أعجبت سلمان لغاية ما ضحك. مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، قاعد عنده أمل ويقول: أنا السنة الجاية أعمل كذا، وبعد 5 سنوات أشتري كذا، وبعدين أبني البناية وتاخد لها 7 سنوات، وبعدين الولد يروح جامعة كذا وأنفق عليه، وبعدين أزوجه بنت فلان. قاعد يخطط 20-30 سنة، وملك الموت قريب منه. مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه. غافل، لكن الملائكة تكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. على طول الحسنات والسيئات مكتوبة أولا بأول، والله خير الشاهدين. غافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه، وهو لا يدري أساخة عليه ربه أم راضي. يا الله، ثلاثة أعجبتني حتى أضحك. تعجب سلمان رضي الله عنه من هؤلاء الثلاثة، يعني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه،
وغافل وليس يغفر عنه. سبحان مؤمل في الدنيا ويعني يروح يزور المريض او كبير السن ويخرج من عنده يقول ده سبحان الله يمكن فاضل له يومين او ثلاثه كده بقيل يومين وروح تخرج، يمكن هو نفسه اللي يموت. سبحان الله حتى في المثل العام يقول كيف مريضكم؟ يقول صحيح هنا مات. مريضكم كيف حاله؟ يقول سبحان الله العظيم. يعني كم فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اكفانهم في ظلمة القبر. يبقى الانسان يعني سبحان الله لا يدري ماذا يحدث له، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفر عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري اساقط عليه ربه ام راضي. دي الثلاثة الاولى، الاول اللي اعجبت يعني من باب العجب والاندهاش عند سيدنا سلمان حتى اضحكت، وثلاثة احزنتني حتى ابكتني. فراق الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. الثلاثة دي خلت سلمان يبكي تحزنه حتى أبكته. فراق الأحبة، تخيلوا كده أن العالم الآن والمسلمون وهم متناحرون داخل المسجد الواحد، ده كذا وده كذا وده كذا، وده تبع فرقة كذا وده تبع جماعة كذا، وده سبحان الله ده أطال مش عارف ايه، وده قصر ايه، وده عمل، وده تزوى، وده مش عارف فلان، وده تبع مذهب كذا، وده تبع. تخيلوا أن مجتمعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا سلمان مقدر غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فراق الأحبة محمدا وحزبه. لكن ما فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زالت سنته بين أيدينا، نقلها لنا الصحابة نقلا دقيقا كأنما يعيش بيننا عليه الصلاة والسلام. فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قوموا لفصل القضاء امام الله رب العالمين. ودي الايه؟ النفخه الثانيه اللي في البوق، البوق نفخه نفخه في الاولى، فاذا هم ايه؟ يعني كله اصبح ايه؟ لا احد على وجه الارض، خلاص انتهى الموضوع. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. الله، امال هي كانت بتشرق بايه؟ قال عشان الناس واسباب وينظرون الى الاسباب، كانت بتشرق بالشمس والقمر، لكن يوم القيامه تبدل الارض غير الارض والسماوات، الارض تتبدل والشمس تترك المدار، تبدل الارض وعرش يعني سقف الجنه يومئذ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فاذا النداء هذا وهول المطلع لا اله الا الله، يعني يخرجون من نخرج من الاجداث سراعا، قال ربنا كانهم جراد منتشر. يا الله، الجبال تسير، الوحوش تحشر، الملائكة تتنزل تنزيلها، ترى الأرض المحشر لا ترى فيها عوجا ولا أنت، يعني مستقيمة مستوية، لا حفرة يختبئ فيها أحد، ولا هضبة يختبئ خلفها أحد، الكل وبرزوا لله الواحد القهار. ويعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هول المطلع شيب سيدنا سلمان وأخافه وأرعبه وأحزنه وأبكاه. لكن نحن نذهب على المقابر نجد الناس اللي يقول نكتة واللي يحكي حكاية خيبانة زيه وقصة لا تساوي شيء. يا أخي اتق الله، إن لم تتطعن بالموت فمتى تتطعن؟ يا أخي عمك أو أبوك أو ابنك أو قريبك أو صديقك لكن معك بالأمس هكذا، وسوف تأتي يوما، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. أنا سبحان الله أحمل اليوم أخي، بكرة إن شاء الله عمي وابن عمي وابن أخويا وابني يحملني أيضا وأذهب. الناس المصيبة كأن الموت كتب على غيرهم، يقول لا يا راجل ده كبير السن ومات، ده هزته سيارة، ده كان مريض أصلا. طب والطفل الذي يموت وبطل العالم في كمال الأجسام، والولد العمداء اللي بتاع الماراثون الدولة 10 كيلو وقلبه يتوقف فجأة، لاعب الكرة الذي يعني ينتفض حماسة 90 دقيقة متوفجأة، سبحان الله يقع الزملاء والمشاهدين يظن انه وقع على الارض، ده مش وقع، ده خرج من الدنيا. يبقى اذا ملهاش دعوه لا بصحه ولا بصغر سن ولا كبر سن، انما هو بتوقيت الله الذي وقت به ملك الموت ان يقبض روح هذا العبد. اذا سيدنا سلمان قال: وثلاثه احزنتني حتى ابكتني، فراق الاحبه محمدا وحزبه، وهول المطلع، ثم الثالثه والوقوف بين يدي الله. يا الله، لما ينادى على فلان ابن فلان، كل واحد ينادى عليه،
فلان احسنوا تسمية ابنائكم فان العبد ينادى يوم القيامة باسمه واسم ابيه، يا فلان يا ابن فلان. سيدنا طلحة احد العشر المبشرين بالجنة قال يا رسول الله ما الذي اعلمني ان انني انا المنادى؟ هناك الاف طلحة، الاف طلحة، الف واحد اسمه طلحة، مئة الف، مليون طلحة. قال عندما ينادى عليك يا طلحة لن يقوم الا انت، يعني كأنه يعني حاجة زي كده ايه، زي الرقم السري بتاع الـ بتاع الـ بتاع الحاسوب او بتاع الدخول الباب او الحاجة الالكترونية الحديث، ينادى على فلان لا يقوم الا فلان، فلان ابن فلان يقف. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يا عبدي اطلع عليها اطلاعة، بعد ان يطلع العبد على صفحة صفحة ورقة ورقة سبحان وجه وجه، بعد ما ينتهي يقول الله له هل ظلمك حفظتي؟ يقول لا يا رب. يقول ألك حسنة مخفية؟ يقول لا يا رب. يقول ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يعني ليه ظلمت الناس؟ ليه افتريت على خلق الله؟ ليه قتلت فلان؟ ليه أخذت مال فلان؟ ليه ظلمت زوجتك؟ ليه كذا؟ ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول الصحابة يا رسول الله أو يقبل ربنا الأعذار؟ قال لا أحد أشد قبول للعذر من الله رب العالمين. يا الله، بس ما بما نعتذر؟ طب الانسان اللي عايش عريانة طول حياتها دي وما رضيتش تحتجب وتتحجب، ما ماذا تقول لله يوم القيامة؟ والله اصلا ما كانش عاجبني الامر ده، اصلا دي كانت ايه منسوخة، دي ما كانش ايه في القرآن، اصلا ما قرأتهاش بصراحة، اصلا انا كنت بسخر من المحجبات والمنتقبات. يا ست اتق الله، اتق الله